ينقل لنا بعض أساتذتنا وهو السيد كاظم الحائري، يقول: أنا دخلت ذات مرة على سيدنا السيد الشهيد فوجدت بين يديه كتاب فلسفتنا، تعرفوا هذا الكتاب، مفخرة. طبعا هذا الكتاب قبل أو عندما بدأ السيد الشهيد بكتابته كان في اتفاق مع بعض العلماء، كان في جماعة بالعراق اسمها جماعة العلماء، من العلماء المفكرين الرياديين الرساليين. هذا الكتاب هو تصدي للإلحاد وللفكر الشيوعي آنذاك، فكان اتفاق بينهم أن يصار إلى كتابة كتاب مش باسم عالم بعينه، باسم جماعة العلماء، أنه هذا موقف علماء الإسلام. عندما كتب السيد الشهيد الكتاب بحسب ما يبدو صار في خلاف في وجهات النظر بينه وبين بعض العلماء على بعض الفصول، ترتيبها أو رفعها أو ما إلى ذلك، فهو ما وافق على رفع هذا الأمر وأصر على بقائه وطبعه، وانتشر الكتاب وأخذ ذلك الرواج، وكان كتابا محكما في إبطال الفكر الآخر، الفكر الإلحادي. هنا يقول السيد الحائري: أنا دخلت عليه وبين يديه كتاب فلسفتنا، ودمعت عيناه وجرى الدمع على وجنتيه، ما يبكيك يا سيدنا؟ قال: هذا الكتاب الذي لاقى هذا الرواج، لو أنا من أول الأمر كنت أعلم بأنه سيلقى هذا الانتشار الكبير كنت أقبل أن يسجل باسم جماعة العلماء، أم أصر على أن أكتبه باسمي؟ شوفوا هذا العالم الجليل والمتقي، ولا نشك أنه كان مخلصا في كل ما كتب، بس شوفوا إلى أي حد تقوى الفكر، أنه أنت لما بتكتب شيء لما؟ لأي غاية تكتبه؟ بدك تبذل جهد أن يكون هدفك هو الله.